مساء الخير عليكم أزول فلوان، إن شاء الله تكونوا بخير. ما قال لي عبد الحميد بن باديس من الآثار ديالو جابوه دوك نقراوه ونشوفو. قال بن باديس: أما الجزائر فهي وطني الخاص الذي تربطني بأهله روابط بين الماضي والحاضر والمستقبل بوجه خاص. قال لك الجزائر تربطني بها علاقات الباسي، التاريخ ديالي والحاضر ديالي والمستقبل. عندي زعما يهضر على النزعه الوطنيه، يفهم زعما كيفاش تقول لي ناسيوناليست وعلاش يحب الوطن تاعو. وتفرض عليك تلك الروابط لاجله كجزء منه فروضا خاصه. وبحكم اني مرتبط بالوطن ديالي عندي فرائض واجبات، وانا اشعر بأن كل مقوماتي الشخصية مستمدة منه مباشرة. مقومات الشخصية زعما لي برينسيپ تاعو، بيرسوناليتي ديالو. هو كيقصد انا هنا يقصد كاع الجزائريين، ما زعما يهضر على روحه ويهضر على الجزائريين. وانا اشعر ان بكل مقوماتي الشخصية مستمدة منه مباشرة، يعني الدين ديالو، اللغة ديالو، التفكير ديالو، واش يحب واش يكره، يجيبوه من الجزائر، ما يجيبوش من فرنسا، وما يجيبوش من السعودية، وما يجيبوش من أفريق. قل كان نحب الموروث الجزائري، جو تخالجيريان ني بليس ني موان. والتفكير هذا تاع بن باديس في وقتنا نسحقوه سانسيرمون. لي زالجيريان يحتاجوا باش يعاودوا يولوا دي زالجيريان اونكور اون فوا، باسكو كاين دي زالجيريان اتراك في راسو تركي، كاين الجيريان في راسو سعودي، كاين في كاين الجيريان في راسو فرنسي. الوغ كو ما تقدرش تولي امبوسيبل، ممكن تقدر تولي معليش زعما تحب تولي فرنسي وليت فرنسي بصح ولا هنا. المشكله سي كو ما تقدرش، دونك تي اوبليجي دتر الجيريان. فارى من الواجب ان تكون خدماتي اول ما تتصل بشيء تتصل به مباشره. قال زعما انايا عندي فلسفه، عندي تفكير، عندي شكون ننفع الاولاني باش نهتم علي من نهضر، لازم نهضر على البلادي. خدماتي يعني انا ولا نقدر نخدم حاجه مليحه نخدم بلادي. كما انني كلما اردت ان اعمل عملا وجدتني في حاجه اليه. حتى كي نجي نخدم خدمه نسحق بلادي، الى رجاله والى ماله والى حاله والى الامه والى اماله. دونك هو كي يهضر ويعالج وشنو يعالج؟ مشاكل الجزائر، يسحق رجال الجزائر الى اخره. دونك اتاشي بزاف للبلاد في كلش. كذلك اجدني اذا عملت قد خدمت بعملي ناحيه او اكثر مما كنت في حاجه اليه. كذلك اجدني اذا عملت قد خدمت بعملي ناحيه او اكثر مما كنت في حاجه اليه. يعني كي يخدم عاجل البلاد يغطي ناحيه ان كوتي، يعني يغطي مجال. هو كان سيرتو في الاصلاح الاجتماعي والتعليم، هذا هو المجال اللي كان يعمل فيه هو. هكذا هذا الاتصال المباشر أجده بيني وبين وطني الخاص في كل حال وفي جميع الأعمال. دونك هو يقول لك أنا عطشي بالبلاد في خدمتي، في 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 في, 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 في شخصيتي، في آمالي، في كلش. وأحسب أن كل ابن وطن يعمل لوطنه لا بد أن يجد نفسه مع وطنه الخاص في مثل هذه المباشرة وهذا الاتصال. قال لك نتصور بلي كل انسان يشعر هذا الشعور تجاه بلاده، ماشي غير انا زعما نحس هكا الجزائر. نعم، ان لنا وراء هذا الوطن الخاص اوطانا اخرى عزيزه عليه. شغل بدا بالنزعه الوطنيه تاعو، قال لهم الجزائر هي الصح، هي كلش، منها جيت، منها راني نخمم، على جالها راني نخدم، نهضر غير على مشاكلها الى اخره. كي شغل النزعه الوطنيه هي المسيطره عليا. باختصار هذه الفقره هذه تقول قال انا في راسي الوطن هو الصح. ومن بعدها هنا كيشغل يبان راح يهضر على النزعه القوميه، كيشغل لا او يبان بلي راح يقول عندي وطن خاص وعندي وطن كبير، يبان. دوك نشوفوا لا صح. قال نعم، ان لنا وراء هذا الوطن الخاص اوطان اخرى. شكون هذه؟ العرب. عزيزه علينا، هي دائما منا على بال، يعني ما نسوهاش، نهضروا عليها من ذاك التهوا بها. ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص نعتقد أنه لابد أن نكون قد خدمناها. شو يقول؟ يقول لك احنا كي نخدموا الألجيري، مالغري كو ما راناش نهضروا على تونس وعلى المروك ومبيش على البلدان الأخرين،
مي بطريقه غير مباشره رانا نفعناها. علاش؟ باسكو سقمنا بلادنا، لفت ان كل واحد يسقم بلادو تتسقم كاع لا ريجيون، لافريكي كاع تتسقم. نعم ان لنا ورقه لا هنا، ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص الجزائر نعتقد انه لا بد ان نكون عبك. واش لاحظت؟ لاحظت بلي اللغه تاعو صعبه وكان يحتاج الى تركيز باش فهمته. شوف انا يا وراني شغل ندي شفري، يحتاج الى تركيز، موضوع دقيق ويحتاج الى تركيز باش تفهمه. مع انت حسب باش شفت، والله صراحه الشعر افضل، الشعر اللي شفناه هذاك خير. وأوصلنا إليها النفع والخير من طريق خدمتنا لوطننا الخاص. قال كما دام خدمنا الجزائر راح يوصلها الخير. وأقرب هذه الأوطان إلينا هو المغرب الأدنى. ها نفقنا، عرفتها بلي راح يهضر على الجيران، المغرب الأدنى والمغرب الأقصى. عرفت شنو هو المغرب الأدنى؟ المغرب كانوا يسموه، المغرب كانوا يسموه، كان فيه ثلاثة مغرب. كان المغرب الأدنى تونس، ليبيا، المغرب الأوسط الجزائر، والمغرب الأقصى الماروك. الماروك سموها مروك من مراكش، مروكو ولا ماروك ولا مروكي، هي مروك. المروك هي مراكش، شو كيما الجزائر تمت عليها الجزائر كومبلي، ولا تونس، هي تونس مدينة برك سموا عليها البلاد كومبلي. نفس الشيء المروك هي اسمها مراكش، تمت عليها المروك كامل، ومن بعدها سموها المغرب. الوغ كو المغرب بكري ما كانش غير المغرب، كان المغرب كاع كومبلي المغرب. المغرب المغرب ماشي المغرب العربي، المغرب العربي من لهنا تانيك سماوه المغرب العربي، سينو هو كان اسمه المغرب. المغرب ما لا عربي لا ماشي عربي، دونك نورمالمون البلايص ما نمدولهاش، ما نمدولهاش جنس، ولا حبينا نمدو لها جنس نمدو لها الجنس الاصلي، قولوا المغرب الافريقي ولا المغرب الامازيغي ولا بلش هنا. وسينو هي نورمال نقولوا لا مغرب امازيغي ولا مغرب عربي، نقولوا المغرب بلاصه. شو كيما الجزائر تقول الجزائر لا، ولا كيما دو كيسمو لاميريك لاتين، امريكا اللاتينيه. منين لاتينيه امريكا؟ من اين لها لاتينيه؟ وقتاش تقدرش تكون امريكا لاتينيه؟ لاتينيين راه لي اسبانيول ولي بورتوغي، امريكا ماشي اسبانيه باش تقول لاتينيه. سي فري يهضروا لي لاتين، بصح ماشي معناتها امريكا لاتينيه. سي فري الجزائر تهضر العربيه والمروك تهضر عربيه، بصح ماشي معناتها عربيه، تتكلم عربيه تتكلم الاسبانيول. دونك اي فيتي هاد المصطلحات، الانسان كيحب يكون دقيق ميقولش امريكا اللاتينيه وميقولش المغرب العربي، المغرب وامريكا الجنوبيه. ولا حبيت باسكو كان بدون ندقوا في الجنسيات والعنصريات ما فرعتش، هذا يقول انا عربي هذا كذا. وأقرب هذه الأوطان إلينا هو المغرب الأدنى والمغرب الأقصى، جون تونس والمروك، اللذان ما هما والمغرب الأوسط إلا وطن واحد. المغرب الأوسط سي الجيري، لغة عقيدة وأدابا وأخلاقا وتاريخا، هذا اللي كان يقول عليه مقومات الشخصية، اللغة والعقيدة والأداب والأخلاق والتاريخ ومصلحة، زعما المستقبل والمصلحة المشتركة. ثم الوطن العربي والإسلامي، شو قسمها؟ قالك مور الوطن الخاص تاعنا واش عندنا؟ عندنا المغرب، بعد مور المغرب الوطن العربي والاسلامي، ثم وطن الانسانيه. شو الحق النزعة الانسانيه الكبيره كاع العام، معناتها قال احنا كي نخدموا الجزائر ينتفعوا المغرب وتونس وينتفعوا العرب ويزيدوا ينتفعوا المسلمين، شو يكبرها بشويه ومن بعد يزيد تنتفع الانسانيه كاع من الجزائر. هذه حاجه باينه، لا تكنولوجي اللي خرجتها الجابون انتفعنا بها احنا في الجزائر ولا انتفعنا؟ الادب الفرنسي اللي كان في القرون الماضيه انتفع به لو موندونتي. كل حاجه يخرج تخرج في بلاد راح تكون رصيد للانسانيه قاعده نفرغ منها. ولن نستطيع ان نؤدي خدمه مثمره لشيء من هذه كلها، يعني ما نقدرش ننفعوا هذه البلدان قاع الا اذا خدمنا الجزائر. كل واحد لبيته تتكون من مجموعه من البيوت قريه صغيره. عطاه اكزومبل هنا، قالك شغل لك وكان كل واحد يخدم دارو تولي عندنا قريه اورغانيزي، قريه راقيه متحضره، ومن ضيع بيته فهو لما سواها اضيع. دونك هو قاعد يقول حنا نخدموا الانسانيه ونخدموا بلادنا، بصح كي شغل هنا او يمد كيفاش؟
ها وقيل صوتي تسترنج معه كنا نستطيع صح. صوتي تستر. وما مثلنا في وطننا الخاص، وكل ذي وطن خاص إلا كمثل جماعة ذوي بيوت من قرية واحدة. أمد المثل، فبخدمة كل واحد لبيته تتكون من مجموعة البيوت قرية سعيدة راقية، ومن ضيع بيته فهو لما سواها أضيع. بقدر قيام كل واحد بأمر بيته تترقى القرية وتسعد، بقدر إيمان كل واحد لبيته تشقى القرية وتنهض. قال كل واحد يخدم داره، هو شو يعني؟ هو يعني كل واحد يخدم بلاده. قال لهم دونك ابن باديس كي ملته بالجزائر، مش ملته بالعرب، ومش ملته ببوش وصاري في تونس كده، هو ليس مقصر. ماشي قال قلة ثقافة ولا قلة جهد ولا ماشي مهتم بالاكتواليتي مونديال ولا بشنو، نو هو على باله شو يدير. هو يبني داره ويسقم داره، يسقم الجزائر، التوانسة يسقموا تونس، ولي ماروكان يسقموا لي ماروك، ولي زالجيريان يسقموا لانجيري. وكل واحد يلتها بروحه، إصلاح سياسي اقتصادي اجتماعي في كل المجالات. فنحن إذا كنا نخدم الجزائر فلسنا نخدمها على حساب غيرها ولا للإضرار بسواها معاذ الله، ولكن لننفعها وننفع ما اتصل بها من أوطان الأقرب والأقرب. كلام هايل هذا، يا كلام روعة. التكست هذا هايل تاع ابن باديس، بيه وقتاش داروا هذا؟ هذا هي في لي زاني 30 ولا في لي زاني 40 كان يقول هذه الهضره للي زالجيريين دوك في 2018 ماهوش مستوعبينها. قال باسكو علاش حنا رانا انتم كو قريتوا الصراع بين المعسكرين واش صاري في الامريكان، النزعه الوطنيه تاع لي زيتازوني تاع الامريكانيين تتعارض مع مصالح البلدان الاخرى. حبك الامريكان تدحس، ما عندهاش الحدود، حتى الاتحاد السوفيتي يدحس. دونك شوف الوطنيه تاع ابن باديس شحال فكر دولة صراحة. يقول لك احنا كي نتعصبوا للجزائر ونفتخروا بثقافتها، نفتخروا بالموروث ديالها والتراث ديالها وبيرسوناليتي تاع الجزائر، وما نقبلوش بيرسوناليتي مستوردة كوبي كولي، ماشي ما نقبلوش كاع، ما نقبلوش كوبي كولي وبلا معنى. نكسبتي والعفسة اللي تنفع فقط، بصح حوايج تاع الثقافة كل واحد عنده ثقافته. الثقافة ما تحتاج إلى استيراد، الثقافة تحتاج إلى أنك تحكم الموروث ديالك وتطوره. هذا ما كان. قال حنايا ما راناش نضروا ولا نحتقروا في الآخرين، وإنما نفتخروا بروحنا ولا ننفعوا روحنا، وكي ننفعوا روحنا نقدروا ننفعوا الآخر. الافتخار بالذات لا يعني مهاجمة الآخر، ونفع الجزائر لا يعني الضرار بالمغرب ولا الاضرار بتونس، ولا ماشي كيما انا عايشين دوكا. شتي البوليتيك تاعنا كشر ضاريه، ما كاين شي ضر. زعما ولا انت الجيريان فري الجيريان تسب المروك وتكره المروك والمراركه كاع ماشي ناس ملاح، ياكو شايفين واش صاري. هذا اللي يعتبر يحب الجزائر، هذا راهو يضر بالجزائر، يضر بالمروك ويضر بالمنطقه ويضر كاع المبادئ تاع الدنيا. صح. ونشوفوا الأسئلة. ذكر الكاتب أسس العلاقة بينه وبين وطنه الخاص، وضحها ثم بين رأيك فيها. شوف رأيك فيها يمدوا عليه نقطة على الأرغيومون، دليل أنت معاه ولا ضده ما يهمش. سيفريك الأساتذة يقول لكم كونوا دائما معاه، بس علاش صعب أنك تجيك ضد رأي تاع كاتب هو فيلسوف وقاري وأنت يا نيفو ترمينال ما تقدرش تجي ضده. قليل غير الإنسان عنده ثقافة يقدر. أروح معاه بصح من سبب آخر غير موجود في النص. مثلا هو قال لك أنا نذهب بلادي على خاطر وعلى خاطر وعلى خاطر، أنت من سبب آخر. هذا هنا وش قال أسس علاقة بينه وبين وطنه، موجود هنا في الفقرة تاعو. قال ارتباطه بوطنه يفرض عليه واجبات وأنه يذهب الوطن تاعو، و العلاقة تاعو مبنية على أساس الحاضر والماضي والمستقبل، ارتباط الوثيق به، وهو مرتبط بوطنه في العمل، ومرتبط في وطنه في العمل. هنا ذكرها، وهنا ذكر في الشخصية تاعو، وذكر أنه يحتاج إلى وطنه. كذلك ثلاثة تفاصيل.
وش رايك فيها؟ زيد زيد حاجه، قولوا علاش هو مرتبط بالوطن تاعو مثلا، حاجه واحده اخرى، لا بالك لانه عايش فيه، بالك لان الاشتغال بغير الوطن يلتيه، القى كاش دليل هكا زعما تفصيل علاش هو مرتبط بوطنه. أشار الكاتب إلى تعدد الأوطان وحث على خدمتها، حدد تلك الأوطان وبين الرابطة منها. شوف ذكر هو زوج ولا ثلاثة كاع، ذكر المغرب الوطن الثاني، الوطن الثالث هو العرب والمسلمين، الوطن الثالث الإنسانية، وبين الرابطة بينها قال الإنسان إذا خدم وطنه خدمها، إذا خدم وطنه خدمها، ذكرها هنايا هذه البداية هنا. بما مثل الكاتب خدمة الأوطان هل توافقه؟ مثلها والمثال القرية، وما مثلنا في وطننا، ذكر شرح له، أنت بذكر له شيء حرفيا، شرح له، قال مثلها بقرية متكونة من بيوت، بحيث إذا كل واحد خدم بيت تاعه نجحت القرية، ولا كل واحد ملتهج بقرية بالبيت تاعه راحت القرية. هل توافقه؟ علل نفس الشيء، وافقه، وافقه بصح أعطي سباء أخرى. الخص مضمون النص فقط. شو تجمع بين هذه الأسئلة ثلاثة هاك جبت تلخيص. البناء اللغوي، شوف النص شويه صعيب في الفهم ديالو، بصح الاسئله جايه سهله، دونك اللي يفهم النص، هذا النص اللي يفهمه مليح يقدر يفهمه ويصوفي، تجي الاسئله سهله. الفقره الثانيه ضمير بارز، حدد نوعه وعائده على من يعودني، ومثل له بمثل من الفقره وبين وظيفته في بناء تركيبها. الفقره الثانيه دونك نشوفوا الضمير، هذه الاولى هذه الثانية، نعم إن لنا نحن وراء هذا الوطن هو الخاص أوطانا أخرى هي عزيز علينا نحن، هي دائما منا نحن، ونحن نعمل، نحن نعتقد، وقلحت خلاص هكا غير نحن، نكون قدمنا أوصلنا خدمتنا وطننا إلينا. هو نحن نؤدي، وما مثلنا استعمل ضمير نحن، ضمير المتكلم الجمع نحن. فقرة الثانية ضمير بارز هو نحن، حدد نوعه، قلنا ضمير متكلم، وعائده علي من يعود نحن، دوك نشوفوا علي من يعود. ومثل له بمثالين من فقرة وبين وظيفته في بناء تركيبها، مثالين كما هذه وراي الدزيان، وواحده متصله زعما خدمنا ولا الينا، هذا راه منفصل وهذا راه متصل، نا هذه هي نفسها نحن. على من تعود، تعود على على النزعة الوطنية، يعني كي يقول نحن يقول نحن الجزائريين، تعود على الجزائريين باسكو يهضر يقول حنا الجزائريين كيخدموا الوطن ديالنا، دونك تعود على النزعة الوطنية او يقصد بها الجزائريين، نحن الجزائريون. هذا واش قال في السؤال، قال قل لي ضامير هو نحن يعود على الجزائريين، مثالين عطينا وبين وظيفته وفي بناء نص. وش يفيد الضمير؟ يفيد الاتساق، هو من روابط المعنوية الذي تفيد لتحقيق الاتساق والربط بين جملة وجملة، فكرة. هنا استعملها باش يربط بين الجمل والأفكار، بين هذه الفكرة وهذه الجملة وهذه، كل ما يجي ينتقل إلى جملة شوف استعمل ضمير نحن. سؤال هائل هذا، يعني زوج نقاط ولا زوج نقص، اعرب الكلمتين الروابط في العباره ووطن. دوك نروحوا للاعراب نصيبوه ديريكت في النص بلا ما نقراو سؤال. وتفرض عليك تلك اسم اشاره، الروابط اسم معرف بالالف واللام بعد اسم الاشاره، شي عربه بدل من اسم الاشاره. دوك نشوفوا الحركه، شو قلت لكم باللي هذا كل عام يطيحها لكن يتبع فيها، الاسم بدل من اسم الإشارة. الجمل، ونحن في ما هذه ثاني قلت لك دائما طيح، واش ما اسم موصول، هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، بس جيت مر ما الذي تقدر ترمبلاصها بالذي، وهذه فنحن
يجي هذه راهي مبتدأ، بالك تكون خابر بوسيبل ما نعرف. إذا ها شرط تقدر تكون جواب شرط بوسيبل تاني، شت كاين عدة احتمالات، كنا كان وأخواتها تقدر تكون جو خبر كان، هاي مخلطة شوية. تقول شوفوا شنو هي، إذا كنا نخدم الجزائر فلسنا نخدمها، هاي جت مور الفا معناتها جواب الشرط إذا، وجواب الشرط إذا كيش جي لها محل لها من الإعراب، وكنا نخدم الجزائر هذه كنا عندها اسمها وعندها خبرها، دوك ما تأطر ليش ما تأطرش، شكون اللي أطرت إذا وعلاش، باسكو راه جواب الشرط ما عندهاش، ما مادام ما كانش جواب شرط هي جواب شرط. إذا كنا نخدم الجزائر فلسنا نخدمها على حساب غيرها، جواب الشرط لا محل لها من إعراب، جملة فعلية في محل لا محل لها، عفوا جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. صح. واش بقى لي؟ الصور البيانية، إن شاء الله ما يكونوش واعرين. لن نستطيع أن نؤدي خدمة مثمرة، قال لك اذكرها واشرحها وبين سر بلاغاتها، ما انتها قاع وكل شيء. لن نستطيع أن نؤدي خدمة مثمرة، خدمة مثمرة. أسكو الخدمة شجرة باش تثمر؟ هذه سهلة، الخدمة مثمرة كالشجرة، استعارة مكنية. فنحن إذا كنا نخدم الجزائر، ما جاز هذا باين، بس الجزائر ما تقدرش تخدمها، امبوسيبل. الجزائر أرض، وش يقصد هي؟ يقصد نخدم الجزائر ويقصد هو ربما نخدم الشعب الجزائري، بس علاش الخدمة تاعك ليه ما كتقدمها؟ من بعدي دار الخير في الجزائر، في الأرض دار الخير في الناس اللي كانوا عايشين في وقته، تقفهم علمهم. دونك هنايا علاقة مكانية بين الشعب الجزائري والجزائر، مجز مرسل، علاقته مكانية. استخرج المحسن البديع الوارد في العبارة التالية من الفقرة الثانية وحدد نوعه وجبلغته. بقدر قيام كل واحد بأمر بيته تترقى القرية وتسعد. خرجوا لي محسن بديعية وحدد نوعه. هذه من النص يا أخي جابوها بقدر جابوها من النص. وبقدر قيام كل واحد بأمره تترقى القرية وتسعد، وبقدر إيمان كل واحد لبيته تسقى القرية وتنهض. بينا قالك واحد برك مقابلة، هذه هي جملة وهذه هي عكسها، وكين طباقين، تسعد تشقى، تترقى تنحط. لو كان ماكش زوج طباقات ما نحسبوهاش مقابله، باسكو كي تكون جمله عكس جمله لازم نلقاو زوج طباقات فما فوق. شوف هنايا قيام، قيام اهمال هاو الثالث، كل واحد كل واحد نفسها تترقى. لقينا ثلاثه طباقات، بصح ما عندكش الدروات تهضر على الطباق، اللي يدير طباق يديروا زيرو، باسكو قلنا بالطباق كيكون داخل المقابله ما يتحسبش، لازم تهضر على المقابله.